حضرتك نادتيني؟ ايوه، ما بقيتش اعرف البس الجزمه لوحدي. كل ما اجي البس الجزمه بس ببقى مبسوط. من ايه يعني يا باشا؟ يعني انا كل ما اجي البس الجزمه انتهى لك يا باشا. ده احنا يزيدنا شرف. اشوفها يا فيا. مش هتعبك؟ تتعبيني ايه يا باشا؟ ده هيبقى مزاج عندي. هقول لك على حاجه، اعتبريني من دلوقتي لبست الجزمه بتاعتي. دمك زي العسل. يلا لبسني الجزمه. انا تحت اوامر صبابه رجليك. اللهم صل على النبي. بقول لك ايه؟ اقفل الباب. طب هو مقفول. لا اقفله بالمفتاح. افرض حد دخل دلوقتي وشافك وانت بتلبسني الجزمه، هيحصل سوء ظن. ايه يا باشا؟ هيشكوا في الجزمه؟ بطل هزار بقى. اللي تشوفه يا باشا. المهم انت شايف ايه؟ مش شايف حاجه بصراحه. انا بقى هفرجك. ايه رايكم؟ مع